سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم افيك اون نوفيل فيديو، خيرت لكم لا ريسيت تاع لي كريب سكري. روحوا المقادير، تحقوا 4 حبات بيض، 150 غرام فرينه، 50 غرام مايزينا، نسحقوا مغرف ماشي معمره تاع لافاني، نتوما ديروا حسب الرغبه، ونسحقوا مغرف صغيره تاع لا لوفور، سينو نص باكي، نص ريت لا حليب، مغرف تاع ماكله تاع زيت، ورشه تاع الملح. نجيبو هنا ان ريسيبيون، نغربلو فيه كاع المواد الجافه اللي عندنا. نبداو بلا فارين، من بعد نزيدو المايزينا، ونزيدو لافاني. هنا لافاني راح يمدلها واحد الذوق هايل. انا نستعمل لافاني كو سوسوا ندير لي كريب سكري ولا صالي، ما في الصالي ما تبانش كاع البنه تاع لافاني، اون بليس تمدلها واحد الذوق هايل. هنا بعد ما خلطنا كاع المواد الجافه كيف كيف، نديرو 4 حبات بيض ونخلطو بالفويل. اللي حبت تستعمل الباتور نقولها ونعاودها، دائما تقدر تستعمل الباتور واش عليه. انا فضلت نستعمل الفويل هنايا باش مامي ما عندهمش الباتور يعرفوا الطريقه كيفاش. في الاول نبداو نخلطو بالعقل بيان سور باش ما طيرناش فارينا ايتو. بعدين فنخلطو الفرينة هذه كاع نخلطوها مع البيض، نولو نضربو نورمال بالفويل تاعنا. بعد نبداو نزيدو نديرو الزيت دابور، وبعد نبداو نزيدو في الحليب بالعقل بالعقل. لا بروميير فوا برك نديرو شويه حليب نخلطو، ومن بعد نفرغو كلش ونخلطوه. هنا بعد ما نخلطو كلش نروح ندير المقلة تاعي اونتخو طون تسخن، وندير لها شوية زبدة. ومن بعد قبل ما نبداو نفرغو بالغراف نكونو خلطنا شوية بالفوي، باسكو تترسب لنا هذيك المايزينا مع الفارينة. الوغ حنا نخلطو شوية باش هكذا نضمنو بلي يكون كلش مخلط. المقلة تاعنا لازم تكون سخنت بيان فوق النار، ومن بعد نزيدو لها المارغارين، ومن بعد نفرغو نستناو كي نشوفو الجوانب تاعنا يبداو يطلعو لي بور كامل تاعنا يبداو جونغ يتسيباراو على المقلة، لتماك نعرفو بلي لا كريب تاعنا بدات تطيب من تحتها، نزيدو نقلبوها باش تطيب من الجانب الاخر. انا هنا النار تاعي شويه تجبد لي على لا دووات، دونك سيبوني نقلب في المقلة. هعملك هنايا جوانب بداو يطلعوا، ما معنا نشوفوا فيها شويه بدات تحمر ثم نقلبوها. هنا بيان سور انا راني نجري في ليماج، هي تستغرق لكم واحد دقيقه حتى دقيقه ونص في الجانب الاول، دقيقة في الجانب الثاني، سما اونتو واحد زوج دقائق حتى ثلاثة. هاي لي كيفاش طابت لي.
نزيدو نروحو نشوفو حبة واحدة أخرى. وما ننساوش قبل كل استعمال نديرو المارغارين تاعنا في المقلاة. مالغري المقلاة جوسيك ما تلصقليش، بصح المارغارين واش عليه تزيد تعاوني باش تعطيني هذيك لو كوتي دوغي تاعها، اللون الذهبي اللي يخرج فيها. هنا نصيحة، كي تكونوا طيبوا فيهم تاني ما لازمش تقويوا النار باسكو يتحرقوا لكم وما يطيبوش من الداخل، دونك النار تكون زايدة شوية على القليل. وهذه الكمية تخرج لنا 10 حبات ابوبخي. هنا كيما رانا نشوفو الجوانب بداو يحمارو نقلبوها. هاد الوصفة هايلة وناجحة 100%. أنا يا ملي كنت نشفى أكتر من 10 سنين وأنا نستعمل فيها، دايما تنجح لي. كي نقلبوها هكذا بون، هنا ما راهيش تبان في الفيديو بصح تبدا ديرنا واحد الفقاعات هكذا من الفوق، تما كنعرفو بلي الوصفة نجحت لنا. نروحو نشوفوها كيف كيف في صحن التقديم كيفاش نقدروا نقدموها. انا هنا درت لكم دو ميثود، كاين وين يكونوا دي زانفيتي بالطبع جايينكم، ولا يسمى نمدو نقدموها كيما وين راهي مقدمه بالفاكهه وكلش، تخيروا بنان ولا سا ديبون لا سيزون ولا لي فريز، ولا تحبوا ديروا دي زاموند افيلي فوقها. والدوزيام كي نكونو ما بيناتنا هكذا قاعدين اون فامي ولا، نقدروا نديروها بهذيك لا ميثود. هاي اللي كان كاين اللي درتهم بالنوتيلا وكاين اللي درتهم بالمعجون، باسكو كاين اللي يحبوا ياكلوهم بالنوتيلا كاين اللي يحبوا ياكلوهم بالمعجون. والهيكات بيان سور درتهم بالبنان بالشان والطبع. هنايا نكونو لحقنا نهاية الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. نتمنى تجربوا تاني الوصفة، ما تنساوش تابوني ولا شان يوتيوب تاعي، تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي تاعكم بيان سور باش تكبر القناة. ونقولكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. باي باي.